هي كانت فين العداله؟ كانت فين العداله واحده واحده؟ وعندنا لاعب كبير زي شيكابالا، شوفوا هذا الفيديو في احتداده الشديد مع الحكم حصل ايه؟ ولجنه المسابقات ولا اتحاد الكره عمل ايه؟ هي دي بقى، دي المنظر سيء جدا. هنا الغلطان في الكره دي على فكره مش شيكابالا، الغلطان في الكره دي ثانيه واحده، الغلطان في الكره دي مساعد الحكم وحكم المباراه. ان ما نداش الحكم. طبعا طبعا، يعني شيكابالا خلاص لعيبه هيتنرفز هيتعمل كده غلطان، انما الخطا الاكبر بيقع على مساعد الحكم وحكم المباراه لازم يناديه. الشكل ده لا، على الاقل حاجه لازم يبقى فيها انذار تحذير، ما ينفعش في كره زي دي. لان حتى شيكابالا لما يبص على الكره دي بعدها هيبقى متضايق. واضح ان كابتن شيكابالا كان يتمنى الخير للحكم. كان بيوشوشه. هو بيقول له يعني النهارده هتعمل ايه بعد الماتش عشان احتفل بعيد ميلادك. لانه ما شافوش حاجه خالص في هذا التصرف. يعني انت خد والحكم ما كتبش. يعني أيوة. الحكم واضح انه ما كتبش. طبعا. لان قال لك راحوا اعتذروا له في اوضه اللبس. ايوه. كده وقتها. ايوه. فانهي اكثر عنفا؟ انهي قدام الناس اكثر اهانه للحكم؟ انك من فضلك كلمني ولا بصرخ في وشك وبهددك؟ ادي واحده. رمضان صبحي في واقع من الوقائع ده لسه قريب دي. كمان يعني هنشوف الصوره بتاعتها. طيب هل نفس الشيء ده كده؟ ده كان بيطبطب عليه مش كده؟ ده كده كان بيطبطب عليه. نفس المسكه نفس، بس ده حتى تحس ان ضوافره غرزه في فين دراعة. العدل بقى يا جماعه، فين العدل يا بتوع اتحاد الكرة يا اسود؟ احنا بنتكلم يا جماعة، ارسوا العدالة بين الجميع، طبقوا القانون على الكل، نفذوا اللائحة بمسطرة واحدة. اذا كان اخطأ الشناوي فماذا عن الاخرين؟ يعني اصلا انت ممكن تيجي شيكابالا يقول لك اصل دي كانت في وقت ودي في وقت. انما النهاردة اهي الواقعة دي امتى؟ دي قريبة خالص. طيب وادم مصطفى ده شيكابالا. دي واقعة الوشوشة. مصطفى محمد التالتة بقى دي. لا مصطفى محمد ده بالاحضان يا سينا، دي كارثه. ده منع الحكم من لمحمود عاشور. ده الكرة دي منع الحكم من الوصول الى المكان المناسب واحرز منها هدفا للزمالك فاز به. الواقعه دي، الاعاقه دي، يعني انتهت في نفس اللعبه الى هدف لنادي الزمالك. طيب ده فين العداله في كل ده؟ علشان يتم دس شيء ضد الشناوي في تقرير الحكم لاحقا على مسؤوليه ابراهيم فايق، لانه تقرير الحكم عن واقعه الشناوي ما ادنهوش باي حاجه. اللي حصل بعد كده واضح جدا انه ابراهيم فايق حاسه الشم عنده عاليه جدا. لا هو يمكن اتقال له استنى بس احسن. ايوه لغايه دلوقتي ده احنا لا لا هو اللي قال له لغايه دلوقتي مفيش حاجه. بس مين هيكلم مين ومين هيقول له اعمل ايه؟ دي جايه بعدين. فحصلت بعد منتصف الليل عشان يحصل اللي حصل بايقاف الشناوي اربع مباريات. مفيش دفاع عن اي خطا، لكن مفيش خطا بدون او مفيش عقاب بدون خطا. اذا كان هذا الخطا يعني انت لو واقف في اشاره مرور مع الحكم والحكم ما كتبش، انت لو واقف في اشاره مرور او راكن غلط فتلاقي تاخد مخالفه والعربيه اللي قدامك والعربيه اللي وراك ما ياخدوش، تشعر ايه ساعتها؟ هتتجنن طبعا. اشمعنى انا؟ يعني اشمعنى؟ ما هو خد يا عم خدنا احنا الثلاثه. هتدفع وانت مقتنع انك بتتعلم. انت بتدفع تشعر بالظلم وما اتعلمتش حاجه. لانها هي دي هنا فاتت ودي فاتت، اشمعنى انا؟ صحيح. فالقصه العداله هي اللي بتشعرك بقيمه الرد. هو مش في مثل، ده مثل عبقري. ولو اني لا اتمنى ان يكون هناك ظلما، يقول لك المساواه في الظلم عداله. يعني لو انت راجل قاسي وظالم ما تظلمنيش لوحدي. ايوه اظلم الكل. لو انت حنين خليك حنين على الكل، لكن ما تظلمنيش وتطبطب على الاخرين. ادي العداله، معيار العداله اللي يخلي الناس تقتنع ان القانون يطبق على الجميع وان ما حدش له مصلحه فيما يحدث. كده يا جماعة والله والله ما هنصلح حاجة، والله ما هنصلح حاجة. لأن كمان تخرج هذه الوقائع إلى الإعلام أو السوشيال ميديا كل واحد يتناولها بلونه. إحنا بنتكلم في حاجات منطقية ولا حد بيرد علينا. لما يتعين لك أستاذ إبراهيم طقمين، طقم فار وطقم حكم ميداني، ما فهمش حد دولي. هذا أمر غريب جدا لماتش مهم جدا للنادي الذي
يعني ينافس على الصداره. ودي تاني مباراه الاهلي لو خد حقوقه في المباراتين اللي تعادلوا وادي دجله ومباراه الامس، البنك الاهلي كان زمانه متصدر بدون اي تعادل، العلامه الكامله. لكن كده ما يصحش، كده ما ينفعش، كده يا اهل الخير بتفتحوا باب للشيطان.